الأرجنتين خرجت بطلة العالم. ميسي لح بوست فين ولا أكثر بوست ملايكي في السوشيال ميديا كاملة بأكثر من 70 مليون لايك، فين تغلب على البيضة انستغرام وعلى بيلا بورتش خطنا ديال تيك توك فليكس. لعابة ديال الأرجنتين دخلوا عائلاتهم للتيران في قطر باش يحتفلوا بالكأس، حتى لهنا كلشي مزيان، ولكن وصل الاحتفالات بلينا داك الشيف نصريات المعروف بالسالت بي داخل وسط التيران، فين في واحد اللقطة جر ميسي بزز منه باش يتصور معاه، أكثر من تمشى طير الكأس من عند واحد اللاعب ديال الأرجنتين وتصور معاه بإيد امام انظار كاع الكاميرات والميديا. فرا كيف ما كنعرفوا واحد من اهم القوانين ديال الفيفا في كاس العالم هو ان الكاس ديال وورلد كاب ما عند حتى شي واحد الحق يقيسوا بيديه من غير اللاعب اللي ربحوا ولا اللي ربحوا قبل، يمكن حتى عائلاتهم بيان سور. فكيفاش دار ليه هاد نصرت؟ شكون هو وعلاش نايض عليه دابا في السوشيال ميديا؟ وباش جاوبهم هو ما يحصلوه كاع حتى الاخوان غنجاوبوا عليه اكثر، ولكن قبل شوف ديك سبسكرايب ابونا فيها ابونيتي باش نطول عليكم ونخليكم مع السبونسور اللي هو وانكسبيت. وانكسبيت هي واحد البلاتفورم اللي كتمكنك من انك تلعب على الفرق المفضله ديالك تليفون، يعني الا كنتي ديجا كتكوطي راه البلاتفورم فيها احسن لي بونيس. ها هو قبل ما تلعبكم غناكد على ثلاثه الحوايج. اول حاجه هي ان اللينك كيخدم معايا في المغرب، ثاني حاجه ضروري وكناكد على ضروري تكون فوق من 18 عام، وثالث حاجه ما تنساش تخدم برومو كود ديالي اللي هو فرح 11 اللي كيمكنك بدورك من انك تربح 130 دولار. اوكي تلقاو هادشي في الديسكريبشن واول كومونت. نزيدكم واحد الجروب تيليجرام اللي مهتمين بانهم يلعبوا على الماتشات دخلوا ليه، راه ما بين احسن الجروبات في المغرب وتما كتبازوا عليهم باش ديروا الرهانات ديالك. داكوغ تلقاو ليا في الديسكريبشن واول كومونتير. ما نطولش عليكم نخليكم على الانترو ونبداو. دي كاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكساله. نبداو باننا نعرفوا شكون هو سالت بي. هادو اللي خلا شفتوا صوتي هكا راه مريض، مي ما بغيتش نخليكم بلا فيديو. سالت بي اللي سميتو الحقيقيه نصريت غوكسي، تولد في عام 1993 في تركيا، في الوالد ديالو كان كيخدم في المناجم، غيضطر يوقف الدراسات ديالو وفي عمره 13 عام ويمشي يخدم في لي زاباطوار فين كاين الجزاره الاج دو 13 عام 13 عام في اسطنبول مع اللحم وداكشي. ملي خد الاسس ديال تجزرت ولا جزار ديال بصح مشى للارجنتين. دابا هنا فين راجع الحب ديالو للارجنتين باش يكمل الفورماسيون ديالو، يعني ابار اللحم كيفاش تقطعو يعلم شويه طيب. مورا ما مشى لارجنتين كمل الفورماسيون يقدر يرجع لاسطنبول في عام 2010، مورا ما جمع الفلوس يحل اول ريستورون ديالو نصرات. في 2014 غيدخل مع واحد الانفستيسور فين غيبروبوز عليه يوسعوا هاد نصرات لبزاف د البلدان، مي ما غيزعمش في ديك اللحظه. في جانفي ديال 2017 وهذه كانت هي نقطه التحول ديال نصرات في حياته كامله، غيخرج في بعض الفيديوهات كيتريتي اللحم بحال هكا وكيدير واحد الملحمه للفوق بحال هكا، لقطه شهرات ديال بصح وفي سيمانات ولا اشهر شخص في الويب في ديك الوقيته. هاد الفيديوهات مشاو فايرال بزاف، امر اللي زاد الزبناء ديالو في تركيا في اسطنبول واللي منح ليه الفرصه باش يفتح بزاف المطاعم في بلدان اخرين، حيث انه حاليا كيتوفر على اكثر من 22 مطعم. راه هو الكونكيرونس ديال داك بوراك داك التركي الاخر. راه دابا المطاعم ديالو هو ما كيخدمش فيهم تقريبا كاع، فهمت؟ ولا مشيتي للمطعم كتقلب عليه راه ما تلقاش، كيحضر فقط لعيط ليه شي واحد مشهور وقال لي غنجي الى اخره، ولا تصادفتي معاه نادرا باش يدير لك ديك اللعبه ديال الملح. الاسم اللي تشهر به سالت بي او حبيب الملح اللي ترجمتها بسبب داك لو جيست وصافي. هادشي اباغ الطريقه اللي كتريتي بها اللحم كيبقى يضرب فيه وكداك لي شويه جنسيه باش يدير البوز. حتى هنا امر عادي، شايف تعذب في حياته قدر يحل بزاف المطاعم بفضل المجهود ديالو. راه ايستوار دو موتيفاسيون كاع، دوز من انا باك خدام في منجب تمشي لارجنتين ترجع تحل المطعم دير فيديو يتشهر تحل بزاف في المطاعم. راه عنده مطعم في الامارات في دبي في قطر في الدوحه في تركيا في امريكا في كاع البلايص. دابا راه حل في لندن مؤخرا وعنده اطباق كتفوت ل 1500 دولار. كيف ما قلت لكم هو راه على الصوره ديال المطعم، راه ما كيطيبش ما كيجيبش اللحم ما كيحضرش لا والو، هو غير في دارو مره كيمشي كيدير فيديو كيخرج شحال هذيك كان كيخدم وكيحضر على وصاه شي مشهور قال لي راه غنكون في دبي، هو ديما كيكون في دبي الاغلبيه الوقت راني جاي. فرمشوا عنده مختلف المشاهير بحال مارادونا ميسي قبل بوغبا مالوما بيكي بنزيما كورتو ديكابريو فرا في العالم الرياضه برا الرياضه ماي ويدر، يعني فريمون مشهور سورتو في العالم ديال الرياضه والسبور. وكيف ما شفنا فرا هو ديجا تلاقى مع ميسي قبل وكلوا اللحم. نصريت كان ديجا حل محل في الدوحه في وحده من احسن المناطق جات على لاكوت، وهذا المونديال كانت فرصه مناسبه ليه باش يطلع الريتش ديالو في انستغرام، يعني واحد من اشهر المطاعم كاين في الدوحه المونديال في الدوحه زعما في قطر، فرصه واعره باش يتلاقى مع المشاهير. في هذا المونديال الا لاحظتوا راه ما لا حتى شي بوست انه حضر لشي ماتش حتى المباريات الاخرين، وبدات القصه باللقاء ديالو مع ليفاندوفسكي من بعد ما مشى للكونسونطراسيون ديال المنتخب الاسباني. هادشي قبل ما يتقصاو بيان سور ضدنا. من بعد غيوقع الحدث اللي هو السبب ديال هادشي كامل واللي خلاه يدخل التيران، غيتلاقى مع انفانتينو رئيس الفيفا، راه ديجا كيعرفوا وتعانقوا وكذا، اللي كيبين لك انه مورا داك اللقاء بيان سور انفانتينو غيكون عرض عليه وعطاه دي تيك، غيكون عطاه دي زاكسي اكسكلوزيف مع منتخب الاساطير ديال الكره بحال كافو رونالدو الى اخره. فراه لاح واحد البوست نيت فين كان حاضر لواحد الماتش ديال البرازيل غالبا يكون هو فين مارك ريتشارليسون سيزو مع هاد الاساطير، ولكن اهم عرض جاه وتلقاه هو انه عطاه تيكي ديال الفينال ديال كوب دي موند ما بين فرنسا والارجنتين في زون في في اي بي
فيري فيري امبورتنت بيرسون. هادشي قبل كنلاح هو بوست الفلاك ديال الارجنتين انه غيشجعها في الفينال، وهادشي راجع لانه تلقى الفورماسيون ديالو في الارجنتين، يعني عنده حب للمنتخب. دونك سالت باي جاتو انفيتاسيون عند انفانتينو في الماتش الاول، الماتش الثاني جو بونس تلاقى مع دوك الرؤساء ديال قطر، ثم يقدروا يكونوا عطاو شي تيكي باش يحضر الفينال، فين جلسوا مع عائله اللاعب وعطاو زون في في اي بي، يعني غيجلس لك فين كيجلسوا اساطير الكره وعائله اللاعب، ما كاينش شي سيكوريتي وقفوا له يدوي معاه. الماتش داز من احسن الفينالات ديال كاس العالم اللي سالب فوز بالارجنتين بسيناريو دراماتيكي في البينالتيات، بلاص ما يرجع للحقيقه ويعرف انه ما عنده حتى شي اكسل التيران ولا اللعابه، حتى شي لاعب ما عرض عليه، واش قرر لا قرر يتوغل ويتبع العائلات للتيران الغازو ويدخل، فرد تخشى مع عائله اللاعب وانت جاي من زون في في اي بي، ما كاينش شي سيكوريتي غيوقفك. حتى اللعابه براسهم ملي هبط عندهم الغازو والتيران وتقرب منه ما قمعوش، فهما ديجا كيشوفوهم شهور فايتين شايفين، وغيقول عنده شي اكسي اكسكلوزيف ما يقمعوش، كيف ما راموس كان قمع شي وحدين كنهبطوا في الفينال ديال الشامبيونز ليغ. نخليكم مع اللقطه. بيضوا ما حتى كندوي على راموس، راه نصريت كان فيت حاضر لواحد الفينال ديال الشامبيونز ليغ ديال الريال، فين دخلوا تصور مع كاع اللعابه وكلشي احترمه وكلشي عرف، دونك الايغو ديالو ديجا جاي طالع، واغلبيه اللعابه اللي كانوا لاعبين ديجا جاو عنده الريستو ديالو. المشكل ماشي الهبوط ديالو للغازون الملعب، بل هادشي اللي غنقول لكم دابا. اولا مش قصد ميسي، وميسي مبرز شاف فيه قال لي السلام بغى يمشي فحالو، الاخر لا جر قال ايه اجي تصور معايا، اجي بقى كيجر ليه في كتفو في يديه، نصريت بقى كيجر فيه وبزز عليه يتصور، امر اللي كره البوبليك فيه، فراه نصريت بان لك بحال شي طلاب تما. في الاخر قد يشد ميسي فعلا ويتصور معه، ولكن الامر ما وقفش هنايا، فراه من بعد مي جات الكوب دي موند بقى كيتبع كل لاعب عنده الكوب دي موند باش يمشي ويتصور معها ويعض لهم الميداليات ديالو، لعبه بقى كيشوفوا فيه وبرزطهم. واحد اللقطه خد الكوب دي موند كاع من عند واحد اللاعب ديال الارجنتين وهو هزه فحال رابحه. خليكم مع اللقطه. ساشون كو واحده من اهم القواعد ديال الفيفا هي انه ما عند حتى شي واحد الحق يلمس كاس العالم بيديه هو ما ربحهاش قبل ولا ربحها دابا مع المنتخب من غير العائلات بيان سي. هو هاد القاعده هادي انتهك ومشى كواحد فحالك فحالو، فحالك انت فحالك هو، مشى هبط تما وهز الكوب دي موند. يعني دابا كاسياس مبابي مولر مثلا كانافارو عندهم الحق يهبطوا ويهزوا الكوب دي موند حيت هما ديجا رابحينها، مي هو لا، هو انسان عادي. حتى لعاب رونالدو ما عندوش الحق يهز الكوب دي موند حيت ما ربحهاش، هو مشى بيديه هكاك وهزها، والمشكله امام الميديا وانظار العالم كامل، امر اللي خلى كلشي كرهو داروا عليه الاف تيك توكس، سورتو على اللقطه ديال ميسي اللي بقى كيجر فيه اجي نتصور اجي نتصور، فخلى كلشي حقد عليه. شوفوا على الكومونتير اللي عنده في البوست ديالو، عاد باش عدد لي بوست اللي لاح في انستغرام راه ما يمكنش، فراه في ليله الوحده تلوح 12 بوست داك غادي تما باش تطلع الريتش. امر الكبير انا الغرض ديالو تما ماشي احتفال ولا يفرح مع اللعابه، كان باغي يمشي شي حاجه اللي تجيب ليه اللايكس، ودارها فعلا 12 بوست في ليله، بزاف انفولوور من الناس اللي تابوناو ليه كانوا كثر. زيد عليها انه منين ناض عليه الهيت على التصويره ديال ميسي اللي جرو فيها وتصور، شنو مشى دار هو؟ جبد واحد الفيديو قديم كان جاي عنده ميسي الريستو ديالو ولاحو بحال ميسي عشيرو هما صحاب، وميسي هو اللي جا عنده كاع ووكلو، باش تعرفوا قمه الايغو اللي عند هاد الشاف هذا. ناري بنادم كيداير يستغلك باي طريقه. هادشي خلى دان بيلزينين اللي هو واحد مشهور واحد اخر يلوح عليه عده ستوريات ويوصفوا انه ما عمره ما كان انسان عادي، فراه نصريت مفربل ديما انسان غريب الاطوار. حاليا الفيفا باش مانتري البوزيسيون ديالها انها ما عندهاش واحد الحقيقه كاس العالم من غير شي واحد ربحو، قالت لك غيفتحوا تحقيق ضده. ما كيف ما قلت لكم انا نقول لكم شنو وقع، اما انفانتينو اما شي واحد من رؤساء قطر غيكون عرض عليه وباش يكبر به كانه مشهور وكواحد فاتح واحد من اكبر المشاريع في الدوحه، عطاو اكسي في في اي بي، يعني اما مع الاساطير ديال الكره اما مع عائله اللعابه. هو استغل هذه الفرصه دي بالضبط، وملي سفل الحكام مشى هبط مع عائله اللعابه، ترى الاساطير براسهم مشاو فحالو، هبط مع عائله اللعابه وبقى كيتوغل، جر ميسي وهو طالع يشد الجائزه ديالو، مشى عند اللعابه ديالهم كوب دي موند تصور بها، ومع اللعابه ديجا شايفينه وعارفينه مشهور ما قمعوش، ما بانش لهم واحد عادي. منين نض عليه الزكا على الجره ديال ميسي لح بوست كيبين فيه انه يشير، هذا الشيء كيبين لنا النيفو ديال الانانيه اللي عنده. تخسر اهم مومنت في المسيره ديال واحد من افضل اللعابه عبر التاريخ باش تربح اللايكات والتفاعل، راه ديجا بانوه من بزاف ديال الفينالات ديال الكره، داروا سميتو في البلاك ليست. نتمنى ما يجيش لكاس العالم الانديه عندنا حنا. قولوا لي نتوما اش بان لكم، واش غيطردوه من جميع الملاعب؟ شكون اللي عرض عليه؟ واش انفانتينو ولا رؤساء قطر؟ واش كيجيكم امر عادي يتوغل وكذا، ولا شنو كان خاص التدابير اللي دار؟ هادشي اللي كاين. كان معكم فاروق لايف، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، نتلاقاو في الجاي. سمحوا لي على الصوت راه مريت شويه. كتقول لي مي امور كنقول لها كارينيا، عمري شفتي تشيكا بحالك هكذا ونيا، ما كانتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا، بنادم جاري معنا فحالنا تزاد في كينيا.